من مشروع كوبري بقى ونفق طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر. معايا زميلي من هناك عوض الغنام. عوض صباح الخير، كل سنة وانت طيب. طبعا عوض، انت دلوقتي موجود في مشروع بيعتبر يعني من أهم المشاريع اللي بتنفذ في الوقت الحالي، اللي طالما يعني كلنا يعني في فترة من الفترات طالبنا بأنه يتم طبعا تطويره وتجديده. يعني حتى الآن ما الذي تم؟ خلود، كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم وكل مشاهدينا الكرام. ربما هذا المشروع حسنا أقف عنده أو على عند أطرافه بمعنى أدق، أكثر المستفيدين منه هم الإعلاميين والإعلاميات في مدينة الإنتاج الإعلامي. علينا كثيرا من إمكانية الوصول إلى مدينة الإنتاج لأن هذا المشروع لم يكن موجودا. الأمر سيتغير جذريا وكليا وشكليا حينما يتم تدشينه قبل مغادرة هذا العام. الكوبري الذي يظهر خلفي هو الذي هو مقابل حي الأشجار، سيكون على بعد مسافة ليست بعيدة. هناك أيضا نفق عملاق يتم تطويره والعمل عليه، وربما سيتم تدشين المشروعان في نفس التوقيت. سيمثل نقلة نوعية كبيرة للغاية، ليس فقط لسكان طريق الواحات ولكن لكل مدينة 6 أكتوبر. لماذا؟ لأن هذا منفذ حيوي سيربط هذا الطريق بطرق استراتيجية عدة. الطريق المقابل خلفي هو طريق الفيوم، فبسهولة وبيسر يمكن الوصول إلى طريق الواحات بشكل سلس للغاية. الذين يسكنون في مدينة أكتوبر الجديد سيعتلون هذا الكوبري بعد تدشينه، وأيضا سيصلون بشكل سهل للغاية. سيتم ربط طريق الواحات بالدائري عن طريق هذا النفق الجديد بطول 800 متر. المشروع الأكبر والأعظم هو تطوير طريق الواحات حتى يتحول إلى محور استراتيجي كبير. نتحدث عن عرض 16 متر تقريبا إلى 17 متر، وبتكلفة كلية تزيد عن 2 مليار جنيه، وبطول 30 كيلومتر، وهو ما يمثل قفزة كبيرة للغاية في الطرق الحديثة التي تعمل يعني عليها الدولة المصرية. الفترة الزمنية تقريبا المستغرقة لهذا الطريق تقريبا يعني قد إيه؟ قبل نهاية هذا العام سيكون قد تم الانتهاء خلود عمليا وفعليا من هذا المرفق الحيوي المهم للغاية. أعود للحديث عن طريق الواحات تحديدا لأنه يعتبر سيتحول عما قريب إلى منفذ استراتيجي لما هو أبعد من أكتوبر. نتحدث عن أكتوبر الجديدة، وهي مدينة تتسع ل3 مليون ساكن، فبالتالي هذه مدينة حديثة بكل المرافق. هذا سيكون هو المرفق الحيوي لها. نتحدث عن طريق الواحات أيضا لأن طريق الواحات بطول 172 كيلو، سيمثل أيضا نقلة كبيرة للسكان وللحياة وللمستقبل. هناك مدينة تسمى بادية في هذا الاتجاه بالإضافة إلى منطقة المصانع، ومنطقة المصانع في 6 أكتوبر هي منطقة محورية ومهمة للصناعة في مصر كلها. طريق العالمين ومحور العالمين الذي هو رابط بالعين السخنة عابرا بالعاصمة الإدارية ليس بعيد حيث نحن نتواجد الآن. الطريق الأوسطي والطريق الإقليمي ليس بعيدا عما نحن متواجدون الآن، فبالتالي تطوير محور من المحاور المهمة الخاصة بطريق الواحات سيمثل قفزة نوعية ومهمة للغاية يحتاجها ليس فقط ساكنو 6 أكتوبر. نتحدث عن سكان أكتوبر نحو 2 مليون ولكن كل الذين يعبرون هذا الطريق. هناك أيضا سوق استراتيجي مهم هو سوق 6 أكتوبر والذي يأتيه من شمال الصعيد أو من الوجه البحري. أيضا سيكون هذا الكوبري وهذا النفق تيسيرا كبيرا يحتاجه سكان 6 أكتوبر وكل المترددين على هذه المنطقة الحيوية المهمة للغاية. ولكن يبقى كما ذكرت لك خلود، نحن الإعلاميون مستفيدون بشكل كبير جدا. صحيح. والذين يتعاملون بشكل يومي مع مدينة الإنتاج لأننا كنا نعاني صباحا مساء من عدم وجود هذا الطريق. عشان كده سألتك يا عوض هيخلص امتى؟ اتفضل. قريبا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. شكرا ليك زميلي عوض الغنام. شكرا ليك.